أخبار. سيداتي سادتي، نوافيكم بموجز الأخبار، حيث تم القبض على مرتكبي العملية الإرهابية ليلة أمس، وقد أكد وزير الصحة أن عدد الوفيات لم يتجاوز 60 قتيلاً، أما عدد الجرحى فقد تجاوز 150 جريحاً. وفي أمان الله. النشرة الفنية، وقد قام طلاب ستار أكاديمي من الموسم 11 بإحياء السهرة الأولى من مهرجان قرطاج الدولي في دورته 53، الذي سيمتد هذا المهرجان. لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي حب غالي بس هي حياة. وبقى افتكر بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر. خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين، وان حد سالك عني قوله كنا اوفى اتنين. قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين. دراما. جاتي تشينغا تشيتي تشاغي تشيني وتشينسي تشو تشيك. جاتي تشينغا هاتي هاتي وتشينساي تشينغا ايدي هاتي ودي تشينغا ليتشي جاتي شواغين جاتي تشي ودي تشينغا لا تشينغا تشينغا بو تشينغا. هلا وجه تشينغا خودي تشينغا سيجي بس كويت نسيم للرجيم. هل تحلم بعضلات بطن مشدودة وجسم متناسق مثلي؟ خذ لك بس كويت نسيم. كرتون. تعرفون من هو همترو؟ مخلوق حلو لطيف همترو، يعيش في بيت لطيف يدور في دولاب خفيف. هل تعرفون من هو همترو؟ مخلوق حلو لطيف. غنى. حايرة والشوق بين عيونك، خايفة تحبين ويلومونك. حايرة والشوق بين عيونك، خايفة تحبين ويلومونك. بادية نص الدرب محتارة، ما تعفيش هذا العشق وسرارة. بادية نص الدرب محتارة، ما تعفيش هذا العشق وسرارة. وصار ذبل سواد عيونك، حايرة تحبين ويلومونك. شكرا. شو ما يهون باي باي. يعني اليوم نسيم حط الصوت المزبوط على الأكت المزبوط، يعني كل شغلة عملها كان عم بلبق لها صوت معين، إن كان بتغيير البيتش، إن كان بتغيير الانتوناسيون، يعني الميلودي اللي عم بيلعب عليها وعم بيحكي، إن كان بالتامبو بالبيس اللي عم يحكي فيه. يعني شفنا بالأخبار أول مرة غير صوته عن تاني مرة، غير صوته عن أول مرة، غير التامبو، غير الريتم،
بالكرتون الصوت كان لابق للكاركتر، بالفيلم اللغة والانتونيشن والبيتش تبع الصوت وكله كان مزبوط. الغنى كان حلو ولكن أنا حسيته شوي مستعجل. يجولي نسيم بيركز يعطينا أحساس أكتر. الغنى كان حلو بس في مطارح استعجل، لزق جملتين ببعضهم بدل ما ياخد النفس مزبوط. أنا بس بدي منه ينتبه ويعمل كنترول دايما، لو قد ما غنى حلو ما ينسى أنه الإيموسيون بالصوت لازم تقطع هو عم بغني. نسيم بتقليد الأصوات كان كتير منيح، وكل شيء كرتون، كل شيء الأخبار ودراما وكل شيء نشحنين معه. هلأ الصوت حسيته ملبك شوي وخايف، فتحة تمه بعدها منا كافية، وصوت حلو كتير، أنا عندي ضعف لإله، بس بدي يفتح تمه بعد تا يظهر هالرنة الجميلة يلي بصوته يلي منسمعها مش بكل الصوت. ما فيي ما بلش بالدراما لأنه كان شيء كتير كوميك عن جد، يعني كتير المرأة بهيدا المسلسل مش موزونة، يعني كتير، يعني أنا مثلا بعملها كاركتير عادي، وصوتها وصوت الزلمة بيشبهوا فعلا هالناس اللي بيحكوا هاللغة، يعني كان عنده أجواء. الحلو بهيدا البرايم إنه حط أجواء، يعني يلي عمله مثلا بالكرتون هيدا اللي حامل الدب في أجواء وكأنه في فيستا لأولاد الصغار، يعني قدر بكل مطرح خلق له جوه، يعني الانفجار الإرهابي له جوه، نزل طلع عم بخبر شيء تاني له جوه، الأطفال كان حركته كمان إلى جوه، الدراما كل شيء عمله كان كتير مزبوط، مش بس بالصوت، أكيد بالصوت بس كمان بالجو. هلا في شغله انا بنقهر على طول، بقول له انا بنقهر منك، وكانه هالشاب مش عارف قد ايه صوته حلو، ما بيبعت لنا اياه، يعني كل مره بصير اقول طب ليه ما عم بغني اكثر، ليه ما عم بيعطي اكثر، مش اكثر بالمسافه، اكثر بالنوعيه، اكثر بانه يبعت لنا لنا يبعت لنا الصوت الحلو يلي عنده شيء هالقد حلو، لازم يفرجيه، لازم يسمعه. بضل حاسة إنه بخليه بين شفافه، بأنجأ بغني، بيعمل إشياء تانية أكتر، مع إنه وكأنه هو نقطة ضعف صوته هيك بيشتغل. صوت رائع، ما بعرف ليش بغني قليل، ما بعلي، ما بنوع، كنت بحب اسمعه أكتر لو غنى أكتر وأحسن وأوضح. كان عنده كان عنده اليوم إيفال بياخد العقل، لأن بقية العناصر تاخد العقل. أنا أول جملة قلتها عن نسيم بأول إيفال قلت إنه هالصبي مش واعي قد صوته حلو. هلأ على صعيد الإيفال اليوم أنا بدي أقول إنه نسيم كتير عم بيعمل جهد عندي بصفوف المسرح، وهيدا الجهد يعني عم بينمي عن جد، عم بيحاول ينمي طاقاته، وكأنه عارف إنه يمكن بس فات على الأكاديمية، وقال لي مرة بالصف، قال لي أنا أكتر شي خايف من التمثيل لأنه أنا بخاف من هيدا الموضوع، ولكن هلأ بحسه أنه عنده هالجرأة، عم بيتسلى، عم بينبسط، وعم يستمتع باللي عم بيعمله، وهيدا المتعة عم بيعرف يمرق لنا إياها من خلال التمثيل. هلأ أنا إذا بدي أشوف بالنسبة للأخبار، أول خبر والتاني قالهم بطريقة صح، يعني النبرة بالأول الاتيتود غير الخبر الثاني يلي هو التورني تبع الطلاب الموسم ال11. هو ما كان متوقع انه نطول الاخبار هالقد، بس دبر حاله، يعني نزل طلع هالنزله وهالطلعه خلته يفكر، كان عنده سرعه البديهه انه يغير بالمود بالاكسبريسيون، فبالتالي طلع هيك مع ابتسامه وخبرنا خبر فني جميل عكس الخبر المأساوي اللي كان عم بخبرنا إياه، الانفجار والموتى وما هو يعني وإلى آخره. هلأ غنى مرتين صحيح، ولكن شوي الغلطة يلي وقع فيها مروان هو إنه ما حسيت يعني مطربين مختلفين، حسيت إنه نسيم، وبرضو بالمرتين كان مكركب بالغنى، ما بعرف ليه، مع أنه هو بغني كتير حلو
بس حسيته مش عارف شو بده يعمل بالغنى، شي مرة ايده شي يعني، كان يمكن كان لازم يضل جامد يثبت اكثر بالغنى. حسيت غنى تبعه مش ثابت، الغنى تبعه عم بيهرب منه اليوم. لما رجعنا على الدراما لانه مجهزون يعني كل شيء تمثيل مجهز اكثر من الغنى، كمان كان حلو لانه جايب موسيقى يعني مجهز المشهد، جايب بيروك مفكر فيه، لعب الدورين الرجل والمرأة، وكان شيء كتير مهضوم وكتير حلو، وحتى مجهز الدعاية بالمسلسل كمل للدعاية. فبالتالي لاحظت انه قديشه مجهز كل شيء تمثيل. بالكرتون كمان لعب يعني عنده قدرات كتير قوية انه يلعب بصوته ونجح. رجعنا على الغنى يعني هون قشط اليوم، رجع قشط شوي انه ما عارف شو يعمل، يعني عم بغني ولكن مش بالطريقة اللي لازم يغني فيها نسيم. على صعيد التمثيل إيفال جيد، بس كان بيحمل أكتر على صعيد الغنى يكون أفضل. أنا بشوف اليوم نسيم ضحى بالغنى على حساب الـ الأشياء الحلوة اللي عملها بالأخبار وبالكرتون وبالدراما، يعني كان كتير حلو اللي عمله. بس بالمقابل كان أنا بالنسبة إلي مش نسيم اللي بغني بالغنى. أنا معودة على نسيم يكون أول شيء باختيار الأغاني كتوقعته يغني شيء أشياء تانية مختلفة، يغني أنا مع أنه يغني دوستيل يعني نوعين مختلفين عن بعضهم، بس يفرجيني نسيم الصوت اللي أنا بنطره كيف بيعرب كيف بيغني هالصوت الحلو، يعطيني باور أكتر. حسيته ملبك بصوته، يعني بدل ما يكون ملبك بالمشهد أو شو بده يعمل تلبك هون. أنا بشوف بهالمرحلة ممنوع هيدا الشيء، ممنوع يتلبك، ممنوع حس برشفة بالصوت، ممنوع حس العرب مش عارف وين بدهم ينزلوا وين بدهم يهدوا. حسيته سكر تمه، يعني ما كان نسيم اللي أنا بعرفه بالوقت يلي هو لازم يغني كتير أحسن من هيك، خصوصا بقبل آخر إيفال بالإيفالات. بتحسي هون ببين ان الشخص الناضج من شخص بعده صغير. يعني انا كنت بحب انه نسيم اليوم يعطي احلى بالمغنى، لانه هو عنده مش مختلفين ابدا انه عنده صوت كتير حلو، عنده عرب مميزه، عنده طراوه وليونه بالصوت كتير حلوه، بس هيدا الطراوه والليونه والصوت الحلو بدهم ثبات كمان وركوز يعني تركيز بالتفكير وتركيز بالنفس وتركيز بالموقف تيقدر يعطينا اياه هون بكل جهوزيه.